السلام عليكم، ازيكم السنة الأولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا دكتورة يارا، مسؤولة لجنة البارة. النهاردة ان شاء الله هكون معاكم في اخر حصة نختم بيها الترم ان شاء الله، التوتوريال. الحقيقة ان انا يعني يمكن دي اول مرة اشرح فيها بارة السنة الأولى، واخر مرة عشان دي خلاص اخر حصة في السنة. حبيت قوي ان انا اختم معاكم السنة واختم معاكم يعني لقائنا. كنت ببقى فرحانه قوي ومبسوطه قوي وانا بتابع كومنتاتكم على اي فيديو بينزل لينا. كنت ببقى فرحانه قوي ومبسوطه قوي وانا شايفاكم مبسوطين، وكان كل كومنت منكم بيفرق معانا جدا والله، انا واللجنه كلها. ومسؤوليه اللجنه بجد كانت اجمل حاجه حصلت في اخر سنتين. انا بشكركم قوي والله. والنهارده ان شاء الله حصتنا خفيفه قوي، يمكن بس حبيت ان انا اقولها لمجرد بس ان انا اودعكم. فنبدا كده ان شاء الله. طيب حصتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها عن ايه؟ هنتكلم عن البارازايت اللي ممكن تصيب اللنج، وهناخد يعني ايه يعني زي لمحه صغيره كده عن البرزنتيشن بتاع العيان وازاي ممكن نشخص. تمام، المحاضره يعني كلها خدناها في النظري، كلها الحمد لله عرفنا عنها هنت في النظري، ذاكرناها كويس ان شاء الله. فمبدئيا كده ان شاء الله محدش يفتح الفيديو ده الا هو مذاكر النظري كويس، عشان خاطر دي معتمده بشكل كبير على مذاكرتك للنظري. ده اول حاجه. تاني حاجه، ركز معايا في اول 5 دقايق في المقدمه، عشان دول ان شاء الله هنقول فيهم كلمتين كده يمشوك ان شاء الله في بقيه المحاضره كلها، عشان خاطر انا مش عايزاكم تحفظوا كتير، انا عايزه ان احنا ايه نحاول احنا نجيبها بسرعه وما تاخدش مننا وقت. طيب انا عايزه اقول ان البارازايت بتأفكت اللنج يا اولاد، ده دول قسمين كبار قوي. في قسم بيأفكت على شكل فوكل، يعني تلاقي اللونج بتاعتك أفكتت في جزء وهيلثي في جزء، أجزاء وأجزاء، أجزاء مريضة وأجزاء سليمة. تمام، دي بنسميها فوكل لونج ليجن. تمام، طيب في أمراض تانية أو بارازايت تانية بتأفكت اللونج بشكل ديفيوز، يعني اللونج كلها بتكون أفكتت. تمام، طيب الفوك أول سؤال ممكن يسألنا عليه في الامتحان، إيه الأمراض اللي بتعمل فوكل لونج ليجن وإيه الأمراض اللي بتعمل ديفيوز لونج ليجن؟ خلاص، طيب هنحفظها إزاي؟ كلمه فوكال لونج ليجنز دول 3 بس، فدول احنا عايزين نحفظهم، واي حاجه تانية تيجي في الامتحان هتبقى هي الايه الديفيوز. ماشي، طيب مين الثلاثه الفوكال؟ الهايدريتد سيست، الباراجونيماس، والاميبا. الثلاثه دول انتوا خدتوا عنهم فكره في النظري. تمام، اعتقد الموضوع مش صعب عليك، بس احنا نحطهم في دماغنا ونحفظهم ان هم ايه الثلاثه دول هم اللي بتوع الفوكال لونج ليجنز. لو هنسكمهم صراحه انا جت في دماغي سكيما اللي هي كلمه احب، الاميبا، والهايدريتد سيست، والباراجونيماس، بس مش عارفه يعني ممكن نحفظهم بسكيم او مش غير سكيم، ممكن هم اصلا سهلين عليكم. المهم بس تكونوا انتوا حاطين في دماغكم ان دي الفوكال لونج ليجن. تمام، طيب واي حاجه تانية هتبقى ديفيوز. ماشي يا اولاد، طيب الديفيوز دول هم ايه بقى؟ احنا خدنا 3 ديدان، لو تفتكروا كانت الدكتوره مها قالت عليهم، مش عارفه ان هو 3 اقوياء وبيسالوا مش عارفه ايه كده في اللونج، هي كانت قالت لكم سكيما كده. المهم يعني هم ايه؟ الاسكاريس والهوكور والسترونجلويد. ماشي، دول الثلاثه دول اول حاجه نحفظهم في الديفيوز. ماشي، ايه تاني؟ فاكرين الاثنين اس اللي قلت لكم عليهم اللي هو الشيستوزوميزس والتروبيكال بالمونري اثيلوفيليم، دول برده معانا. تمام، طيب هي فاضل بس التوكسوكورا. التوكسوكورا هي الوحيده الجديده في محاضره النهارده، عشان كده ان شاء الله هبدا بيها. ماشي، بالتوكسوكورا دي البارازايت الوحيده الجديده. طيب يا ولاد، ماشي، الدرس بتاع النهارده هيعرض ايه؟ هيعرض البرزنتيشن بتاع العيان، يقول لك العيان ده هيجي لك بصوره ايه. طيب عايزه مع بعض نحفظ دايما كف شفت بين هيموفيسيت، كف شفت بين هيموفيسيت، لقيهم متكررين في كل البارازايت. ماشي، فانت لما يجيلك في الامتحان اول حاجه هتكتبها او اول حاجه تبقى في بالك الثلاثه دول، كف شفت بين هيموفيسيت. ماشي، اي حاجه تانية بقى هبقى اعلم عليها، مثلا في حاجه مميزه في كل بارازايت، يعني في كل بارازايت يكون في حاجه تانية مميزه لي. خلاص، لكن خليك معايا بس الكف شفت بين هيموفيسيت. ماشي، طيب لسه التشخيص هنشخص ازاي؟ اول حاجه هعملها هي الاكس راي، والنهارده هنتكلم عن الاكس راي كتير. تمام، في الامراض اللي بتعمل فوكال لونج ليجنز هشوف الاكس راي وهشوف الديزيز بشكل فوكال، يعني هشوفه في منطقه معينه في اللونج هي الافكتد. خلاص، طيب لكن في الديفيوز لا، هشوف اللونج في الاول كانت فيها ترانزيانت فوكال، يعني الديفيوز ده في الاول كان فوكال ثم بعد كده انتشر في اللونج. فالعيان في الاول لو انا كشفت عليه في الاول يبقى عنده فوكال ليجن، بعد شويه لو جالي مثلا بعد اسبوع او حاجه يكشف تاني، لو عملت الاكس راي تاني هلاقي الموضوع بقى ديفيوز وانتشر في اللونج كلها. خلاص يا ولاد، يبقى دي اول حاجه في الاكس راي. طيب تاني حاجه، احنا هنا في ايه؟ في باره. خلاص، واهم حاجه هتشخص ان عندك ديدان هو ايه؟ ايزينوفيليا. دايما الايزينوفيلز هي اللي بتعلى قوي لو في بارازيتك انفكشن. خلاص، فلما احلل العيان ده دم لازم هلاقي عنده ايزينوفيليا. خلاص، في كل العيانين. ماشي يا ولاد، يبقى تاني حاجه ايزينوفيليا، يبقى الاكس راي والايزينوفيليا. طيب ايه تاني؟ ممكن السيرولوجي. خلاص، ان انا اخد عينه من دمك وادور على انتي بودي ضد هذه البارازايت. خلاص، زي شغل المايكرو كده بالظبط. ماشي، طيب ايه تاني؟
ممكن البارازايت دي لو هي بتطلع اج، الاج ده يظهر في السبيوتم لو هي في اللونج، او في الستول لو هي في السمول انتستين، وهي حابه تقول لك هي بارازايت في الاثنين، يعني بارازايت كانت اصلا في السمول انتستين في الاول، فتنزل الستول بتاعتها في الستول، قصدي الاج بتاعتها في الستول، وبعد كده كمان بتروح اللونج فيطلع الاج دي في السبيوتم، سواء كانت عينه من هنا او خدت عينه من هنا هيظهر فيها الايه الاكس. ماشي يا ولاد، نلم الدنيا تاني. اول حاجه انا عندي حاجات فوكال وعندي حاجات ديفيوز. مين الفوكال؟ الهايدريتد والباراجونيمس والامين، خلاص. واي حاجه تانية ديفيوز. ماشي طيب، المفروض برزنتيشن اهم ثلاث حاجات هنقولهم فيه هو الكاف والشست بين والهيموبسيس. طيب بالنسبه للتشخيص، اول حاجه هعمل اكس راي، ولو هي الموضوع فوكال هلاقي فوكال ليجن، خلاص. لو الموضوع ديفيوز هلاقي في الاول ترانزينت فوكال، يعني في الاول كان فوكال ثم بعد كده قلب ديفيوز. ماشي طيب، ايه تاني؟ الايزنوفيليا طبعا عشان خاطر احنا في ايه، احنا في بارا، خلاص. طيب تاني حاجه السيرولوجي، ناخد عينه ونشوف الانتي بوديز. طيب ايه كمان؟ نكشف على الاكس بتاعت البارازايت دي في الستول او في الستيوتا. ماشي يا ولاد، طيب انا هبدا معاكم ان شاء الله بالتكسكار عشان خاطر هي المفروض ان احنا نركز فيها شويه، بعد كده ان شاء الله كل الدرس هيمشي بسرعه جدا وسهل جدا بامر الله. طيب التكسكار يا ولاد ده بارازايت اصلا موجود فين؟ موجود في القطط والكلاب، يعني هو اصلا مش موجود في بني ادمين، موجود فين؟ في القطط والكلاب. ماشي طيب، في توكسيكارا كينس، دي كينس دي بتاعت الكلاب، في توكسيكارا كاتي دي بتاعت القطط، خلاص. طيب حتى بنسميها دوج راوند وور. ماشي طيب، البارازايت ده موجود في القطط والكلاب، انا مالي بيه؟ او بيجي بقى لما نتعامل مع القطط والكلاب دول، خلاص. لو انا عندي مربيه قطه في البيت او مربيه كلب في البيت، والكلب ده انفكتد باي توكسيكارا، البارازايت دي عايشه فين؟ عايشه في السمول انتستين بتاعه الكلب او بتاعه القطه، خلاص. السمول انتستين تمام، بتعيش وبتتزاوج، بتنزل اكس في الستول، تمام. طيب الاكس لما بتنزل في الستول بتاع القطه او الكلب، ممكن اكون بنضف مكان القطه، ممكن مثلا انا ايدي مش نظيفه قوي وقمت عامله بيها اكل او كده، المهم ان الاكس دي وصلت لاكلي، فاكلي اكسنتلي بقى كونتامينيتد بالاكس بتاعه التوكسيكارا، خلاص. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ كلت انا ايه بايدي مش نظيفه دي، او كلت الاكل مش نظيف ده، خلاص، بتنزل ايج اوف توكسيكارا نازله عندي في السمول انتستين، تمام. طيب لما نزل في السمول انتستين، هي متعوده تعيش في السمول انتستين بتاعت مين؟ بتاعت القطه والكلب، ايه علاقتها بالانسان بقى؟ فتبدا ان هي تخترق السمول انتستين، تقول لا انا ده انا مش مرتاحه هنا، لازم اخترق السمول انتستين دي، وتخترقها وتبدا تلف في التيشوز، خلاص. تلف بقى، تروح ليفر ماشي، تروح لونج ماشي، تروح برين ماشي، تروح لحتى العين ماشي، هي بتخترق السمول انتستين وتمشي في الدم وتخترق اي بسره قدامها، خلاص. بنسميه مصطلح اسمه فيسترال لارفا ماينجرين. فيسترال بمعنى انها بتصيب الفيسترا زي اللنج زي الليفر الحاجات دي كلها، تمام. لارفا معناها ان هي لارفا، لارفا هي اللي بتلف، خلاص. ماينجرين معناها ان هي بتعمل ايه، مايجريشن، مايجريشن يعني ايه، رحله او لفه، خلاص يا ولاد. طيب اي مكان هتروح هينشا هناك ايه، انفلاماتوري رياكشن، خلاص، ضد هذه البارازايت او ضد هذه اللارفا، ان ده جسم غريب، فمجرد ما جسمنا هيشوفه هينشا ضده انيون رياكشن، خلاص. طيب تعالوا نقرا كده، توكسيكارا is usually caused by dog roundworm اسمها توكسيكارا كينس، جميل قوي. طيب المود بتاعتها ايه؟ قلنا ingestion of eggs في الاكل بتاعي اللي مش نظيف او ايدي اللي مش نظيفه، تمام، فكلت الاكس اوف توكسيكارا، جميل قوي. طيب most infections بتحصل في الشيلدرن بيكون asymptomatic، يعني هي في الغالب هتكون asymptomatic، دي حاجه كويسه والله، يعني في العادي لا ممكن ما تاثرش علينا، خلاص. طيب لو اثرت بقى هتحصل ايه؟ هيحصل immunologically mediated symptoms. حد يقدر يفهم الكلمه دي؟ برافو عليه. احنا قلنا مكان ما هتروح سواء في اللنج او سواء في الليفر هينشأ ضدها immune reaction، خلاص، الاعراض كلها هتيجي نتيجه immune reaction، خلاص. طيب اللي هي ايه؟ الكف، الدفنيا، الويد، الازمه والبرونكايتس. الازمه والبرونكايتس اللي هو البرونكايتس معناها التهاب في الشعب الهوائيه، او الازمه ده نتيجه ايه؟ الهايبرسنسيتيفيتي او الانفلاماتوري رياكشن، اللي هو رياكشن جهاز المناعه ضد الايك ديت، فبيحاول مثلا ان هو يحاول يطردها، يحاول يهاجمها، كان ده كله بتظهر اعراض زي اعراض الايه، الازمه دي، يبدا ان هو يكح جامد، يبقى فيه شفت بين، يبدا صدره يضيق، تعني اعراض الحساسيه طبعا، خلاص. طيب والدفنيا واللي هو مش قادر ياخد نفسه والحاجات دي كلها، ماشي يا ولاد. presenting signs may include hepatomegaly, splenomegaly, ocular lesion. هل حد يقدر يفسرها لي؟ برافو عليك. احنا قلنا انها بتلف مش بس تروح لللنج، بتروح للليفر وبتروح للبرين وبتروح للعين وبتروح لاي حته، مطرح ما هتروح هتعمل رياكشن، خلاص. فاللي هيظهر على الليفر الهيباتوميجالي، السبلين السبلينوميجالي، الاوكيولار ممكن اوكيولار ليجن بقى، اي حاجه تضرب له اي حاجه في عينه بقى، خلاص. بس كده ماشي. فبقى انا هعلمها في الامتحان بايه؟ بالاسوشيشن ما بين السيمتومز اوف دي لونج مع الهيماتومينجلي او السينومينجلي او الاوكيولار ليجن، تمام يا ولاد. طيب بالنسبه للراديولوجي، انا طبعا هلاقي ايه؟ دي حاجه فوكال، خلاص، فلازم الاقي حاجه لوكالايزد، حاجه بيتشز كده لوكالايزد، ماشي. فنقرا كده بيقول لنا ايه؟ ترانزينت لوكالايزد تشينجز،
يعني حاجه لوكالايز، حاجه في مكان واحد، حاجه فوكال، خلاص. طيب a widespread patchy areas of consolidation، يعني حتى لو هي بدات انها تنتشر في اللنج تنتشر على شكل باتشز. باتشز معناها بقع، خلاص ان هي موجوده في الحته دي من اللنج والحته دي والحته دي، اقدر حتى ان انا احددها او اعلم عليها بايدي في الاكس راي، او هنا في هنا في هنا في، هي باتشز في اماكن معينه، لان هي دايما انتشارها بيكون ايه لوكالايز، مهما كان هو لوكالايز، خلاص مش هتهاجم اللنج كلها، لا هيكون في اماكن بس في اللنج هي اللي افكتد. تمام يا ولاد؟ جميل. طيب الدايجنوزيس هنشخصها بايه؟ اول حاجه الايزينوفيليا، خلاص. طيب تاني حاجه او تالت حاجه السيرولوجي، احنا هناخد عينه ونشوف الانتي بودز. طيب تالت حاجه بيقول لك ايزينوفيليا في البرونكو ايفيلار لافاج، يعني ايه برونكو ايفيلار لافاج؟ ده حاجه زي منظار كده زي برونكوسكوب، انا بدخل بيه جوه اللنج واقوم حق نفلاين واخد عينه، عشان كده اسمه لافاج. لافاج معناها ان هو زي غسيل كده، بحق نفلاين واقوم واخده عينه من اللنج، خلاص. لما اخد عينه من اللنج او من الحته اللي انا هشك ان فيه هنا ليجن، خلاص هكشف عليها فالاقي فيها هاي ايزينوفيليا. الايزينوفيليا دي جت منين يا ولاد؟ من هجوم الجهاز المناعي على هذه البارازيت. احنا اتفقنا مع بعض ان كل هذه السيمبتومز اصلا جايه من هجوم جهاز المناعي عليها، تمام؟ فالجهاز المناعي لما هاجم بمين؟ هاجم الايزينوفيلز، ان هي اكتر سيل بتنتشر في وقت البارازيتك انفكشن هي الايزينوفيلز، خلاص. فلما ما اجيب عينه البرونكي ايفيلار لافاج ديت، المسحه بتاعتي او العينه اللي خدتها دي، هبص عليها تحت الميكروسكوب الاقي فيها هاي ايزينوفيليا، فهشخص هنا ان في ايه بارازيتك انفكشن، خلاص. طيب انا لسه ما عرفتش هو اني بارازيتك انفكشن، فانت بقى الجا لايه؟ للسيرولوجي. ابدا بقى ان اخد عينه من الدم واشوف الانتي بودز اللي فيها. تمام يا ولاد؟ جميل قوي. دلوقتي ان شاء الله انا خلصت التوكسيكولوجي اللي هي اهم حاجه بس النهارده عشان هي اللي جديده عليكم، بعد كده ان شاء الله همشي بسرعه قوي عشان اخد كل الحاجات دي، انتوا خدتوا عنها فكره في النظري خلاص، تمام. فالموضوع ان شاء الله هيكون بس قراءه سريعه كده وبسيطه ان شاء الله عليكم، وان شاء الله تذاكروها بسرعه يعني. ماشي يا ولاد. اول حاجه في الفوكال لونج ليجنز هو الايه؟ الهايدتد ديزيز او الهايدتيز او هايدتيتوزس يا ربي، ماشي. طيب ايه الموضوع ده؟ انتوا عارفين هايدت السيست ده تكون نتيجه بارازيت اسمها ايه؟ ايكينوكوكس جرانيلوزس، ايكينوكوكس جرانيلوزس، خلاص. طيب البارازايت دي اسمها دوك تاب وورم، تاب معناها شريط معناها سفتود، خلاص. هنركز توكسيكولوجي الدوك راوند وورم اللي هي نيماتود، انما الهايدايتد لا ده دوك تاب وورم اللي هي شريط يبقى سفتود، ماشي يا ولاد. طيب اسمها ايه تاني؟ ايكينوكوكس. طيب ايكينوكوكس دي زي ما انتوا عرفتوا مع مها هي بتكون عايشه اصلا في الكلاب، خلاص، وبتيجي من انتقالها من الفتول بتاع الكلاب تاكلها الشيب الماشيه، خلاص. لما يكون في حته فيها اغنام وكده بيكون دايما يعني دايما دايما ده بيجي لرعاة الغنم. ليه رعاة الغنم؟ المكان الوحيد اللي بيجتمع فيه الشيب مع الدوك، الدوكس بتكون يعني الكلاب بتحرس الغنم والغنم دي الراجل بيرعاها، تمام. فالايج تنزل من الفتول اوف ذا دوك، خلاص، وبعدين الشيب دي وهي بتاكل من الجراسس او الاعشاب اللي موجوده في المنطقه ديت بتقوم ماكلاها معاه، خلاص، وتدخل على الجسم الشيب وتنتشر او تنتقل الليفر بتاعته، خلاص. الانسان بياكلها ازاي او بتنتقل الانسان ازاي؟ عن طريق حاجه من الاثنين، يا اما هو كل الانفكتد ليفر بتاعت الشيب دي، يعني كل اللحمه الملوثه بتاعت المعزه ديت او بتاعت الخروف ديت، دي اول حاجه. او تاني حاجه ان هو بيتعامل مع الكلب دوت برضو الاكل بتاعه او ايده بقت انفكتد بالستول اوف ذا دوج، زي فكره التوكسيكولوجي بالظبط، فهو بنفسه نقل الانفكشن لنفسه من ايه؟ من الستول اوف ذا دوج، خلاص. يبقى اما جاي من تعامله مع الكلب او تعامله مع الماشيه كده كده هيتاثر بيه، ليش؟ عشان كده رعاة الغنم اكتر حد بيتاثر بالموضوع ده، ماشي يا ولاد. طيب نقرا كده المود اوف انفكشن، انجيشن اوف اكستروكونتامينيتد فود، سواء بقى الفود ده كان اللحمه بتاعت الماشيه او سواء كان ايه الاكل بتاعك اللي اتلوث بالستول اوف ذا دوج، ماشي يا ولاد. طيب البرزنتيشن لونج سيست، احنا اتفقنا ان هي بتعمل هايدتد سيست، فالسيست دي بتنتشر في الليفر، بتنتشر كمان فين؟ في اللنج، في الاول بتكون في الليفر بعد كده تنتقل للنج، خلاص. طيب لونج سيست ماشي، بريزنت ويز ايه؟ شست بين كف هيموبسيس. هيموبسيس انا فاكره ان مها قالت لكم عليها في المحاضره وقالت انها دي حاجه مهمه وخاصه بالهايدتد، ماشي. طيب شفت بين وكف هيموبسيس الحاجات دي كلها احنا قلناها، وقلنا اصلا احنا هنقولها في حاجات كتير قوي في المحاضره النهارده، مش مشكله. طيب ايه هيموثوركس ديت؟ كمان شويه هقولها لك، خلاص. طيب جميل قوي. اهم حاجه بقى ان الموضوع مش بيقف عند اعراض الشفت بس، لو كان اعراض الشفت بس كنا قدرنا عليه. المشكله ان لو في اي وقت السيست دي ربشرت يا ولاد بتكون محمله جواها بفلويد، خلاص، الفلويد ده بيكون هايلي هايلي انتيجينيك، يعني ريتيتف جدا جدا لجهاز المناعه، مجرد خروجه من بره السيست يا جماعه انا محوط عليه بالسيست ثم هو ايه يعني عامل اعراض بس خلاص، يعني احنا على الاقل محوطين عليه. المشكله بقى في خروجه بره لجهاز المناعه، مجرد ما يشوفه هينشا اكستنسيف انفلاماتوري رياكشن، خلاص.
يبقى عندي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن مجرد ما الفلويد ده يخرج من السيست لو حصل رابشر اوف ذا سيست. تمام يا ولاد؟ جميل. طيب انا هبص في الاكس راي هلاقي ايه؟ هلاقي يعني سبحان الله هلاقي السيست صح. طيب السيست ده هيظهر لي في صوره ايه؟ اه هلاقي يا ولاد ويل ديفايند هيموجينس ليجنز. ويل ديفايند معناها ايه؟ معناها ان هي اقدر احددها بقلم، اقدر ارسمها دايره كده بس اسمها ويل ديفايند خلاص. هوموجينس معناها ان هي ميه واحده، ان هي ما فيش حتت وحتت، مش حته سودا حته بيضه، لا الحته كلها بيضه خلاص. دي اسمها ويل ديفايند هوموجينس ليجن خلاص. ممكن الاقي واحده، ممكن الاقي اكتر من واحده خلاص. ده ايه؟ ده شكل السيست اللي هي قدامكم في الاكس راي اهي يا ولاد، لو انتم شايفين الدايره دي اهي انا معلمه لكم عليها ماشي. طيب ايه تاني ممكن الاقيه؟ لو هذه السيست ربشرت يا ولاد هتربشر فين؟ اول مكان هتربشر فيه او هتلاقيه قدامها هو البلوره تمام. فهيخرج الفلويد جوه البلوره، مش بس الفلويد، هيخرج شويه هوا كمان من جوه السيست للبلوره تمام. في البلوره دي هتملي حاجه من الاثنين، يا تملي هوا يبقى اسمها نيمو ثوركس معناها هوا في البلوره، يا تملي فلويد معناها بلورا فيوجن، يبقى هتملي الاثنين مع بعض اسمها هايدرو نيمو ثوركس، يبقى فلويد وهوا الاثنين مع بعض في البلوره تمام. يبقى تاني اللي حصل لو هنسيه السيستر ابشرت هتعمل ايه كلينيكال؟ هتعمل هايبر سنسيتيفيتي اللي هو الرياكشن العالي من الاميون ريسبونس تمام، اللي هو الحساسيه يعني في الجسم كله. طيب لو كانت بقى في اللونج هيحصل ايه في اللونج نفسها؟ هتربشر فين؟ في البلوره خلاص. البلوره دي اما هتملي فلويد بس اسمها بلورا فيوجن، اما هتملي هواء بس اسمها نيمو ثوركس، اما الاثنين مع بعض اسمها هايدرو نيمو ثوركس تمام يا ولاد. جميل قوي. طيب مين يقول لي بقى اللاب دياجنوزس؟ برافو عليكم. اول حاجه الاذينوفيليا خلاص. طيب تاني حاجه ايه؟ استروجي. برافو عليكم. تالت حاجه ممكن انت تكشف على هذه السيست، ما تلاقي سيست في الاكس راي تقوم واخد منها عينه دخل حقنه وسحب تمام، فهتعمل اسبيريشن. اسبيريشن معناها دخلنا حقنه وسحبنا خلاص. طيب وهتحط الميكروسكوب هنلاقي ايه؟ هنلاقي بقى الاكنيكوكس جرانيلوزس والبارازايت والفلويد والحاجات دي كلها انتوا خدتوها ايه اكيد مع مهالي ماشي يا ولاد. طيب جميل. اللي بعدها اسمها باراجونيماس، طبعا دي خدتوها في الموديول ده خلاص. طيب باراجونيماس قلنا ان هي عايشه ازاي؟ عايشه في اللونج خلاص، اسمها البارازايت اسمه باراجونيماس وسترماني خلاص، وعايشه في اللونج دايما في صوره بيرز، هي بتعيش اتنينات اتنينات كده يا ولاد، هي بتحب انها تعيش اتنينات يعني خلاص يا ولاد، عائلات كده. جميل قوي. طيب The adult worm found in pulmonary cyst، يعني هي عاملة cyst هي عشان اقولكم ان دي كلها focal lesions خلاص. طيب usually in pairs اتنين اتنين كده في اللونج ماشي يا ولاد. طيب adult worm produce ايه؟ eggs، يبقى هتتذاب وتطلع eggs. جميل قوي. طيب eggs دي هتبقى secreted فين؟ في السبيوتم. لما اخد عينة من السبيوتم اكشف عليها هلاقي ال eggs of paragonimus خلاص يا ولاد. طيب الود بتاعها ايه؟ احنا خدناه برده مع عبد الرحمن. عبد الرحمن قال لنا ايه؟ قال لنا ان احنا انجشن اوف سكند انترميديت هوست، بس بشرط يكون اندر كوكت خلاص يا ولاد. الاسماك الغريبه بتاعتهم دي ماشي يا ولاد. طيب البرزنتيشن احنا عارفين بقى الكف الشيفت بين الهيموبسيس والفيفر، الحاجات دي سهله علينا خلاص احنا عرفناها. طيب الايميجنج بصوا بقى الكلمه باتشي كونسوليديشن، يعني ايه كلمه كونسوليديشن؟ كونسوليديشن يا ولاد معناها زي تكتلات كده يا ولاد خلاص، يعني في اماكن في اللونج هلاقي فيها حاجات زي صلبه كده، دي مش هوا لا، دي هنا في تكتل من سيلز، تكتل من حاجه صلبه خلاص. ايه الموضوع؟ هجوم جهاز المناعه على هذه البارازايت او هذه السيستات في اللونج خلاص، عمل تجمع سيلز كتيره تمام. فالسيلز دي لما اجي اصورها هيبقى المنطقه بتاعه اللونج دي خلاص، الاجيراي والمنطقه دي كلها ما بقتش فري، ما بقتش فاضيه، ما بقتش فيها هوا لا، دي بقت مليانه بالسيلز الانفلاماتوري سيلز خلاص. فده نشا عنه صوره اسمها ايه؟ اسمها كونسوليديشن. كونسوليديشن في اللونج معناها ان اللونج الحته دي من اللونج بقت مقفوله تمام، مقفوله بالايه؟ بالسيلز تمام. الحته دي هتبقى ايه؟ فيها تكتلات من الانفلاماتوري سيلز تمام. طب ليه باتشي؟ عشان خاطر اتفقنا مع بعض ان هي ايه؟ ان حاجه فوكال، يبقى اللونج كلها مش افكتد لا، دي باتشز من اللونج، اماكن معينه من اللونج فيها بقع من التكتلات دي تمام يا ولاد. طيب سيستيك تشينجز، ممكن اشوف انا السيست بعيني زي مثلا موضوع الهيدات السيست كده خلاص. طيب بلورا افيوجا او نيمو ثوركس بنفس طريقه ايه؟ الهيدات السيست نفس الميكانيزم ماشي يا ولاد. طيب اللاب مين يقول لي؟ برافو عليكم. اول حاجه الاثنوفيليا خلاص. طيب برضه السيرولوجي ممكن يفيدني. طيب ايه كمان؟ ان انا الاقي الايج بتاعتي في السبيوتم، ممكن اكشف على السبيوتم اخد عينه من السبيوتم الاقي فيها الايه؟ الاكس تمام يا ولاد. جميل قوي وسهله خالص. طيب ملاحظين احنا ما بنقولش اي حاجه جديده، الموضوع كله ماشي بسكيما قلناها في الاول، والموضوع كله بس ماشي معانا قرايه كده. طيب الاميبا بارازايت اسمه ايه؟ انتاميبا هيستوليتيكا، انتاميبا هيستوليتيكا خلاص. طيب الاميبا دي يا ولاد موجوده عند كل المصريين تقريبا، ليه؟ من الاكل الملوث، اي حد ياكل من بره خلاص وبطنه توجعه شويه ويخش الحمام شويه، دي بقى عندك ايه؟ اصلا انت عندك ايه؟ اصلا انت جالك اميبا، حتى نديله على طول فلاجيل ماشي. الاميبا دي موجوده عندنا كلنا، كلنا خدنا اميبا في حياتنا
خلاص. طيب مشكله الانيميا بقى ايه يا اولاد؟ لو الموضوع كان على شويه وجع البطن كنا خدنا فلاجيل وسكتنا والموضوع عدى. المشكله ان الانيميا دي لو انت ما عالجتهاش كويس ممكن تبقى كرونيك اميبا، بعد شويه تنتقل من الجي اي تي، تزهق بقى من الجي اي تي بتاعتك ديت خلاص، وننقل على مين؟ على الليفر. في الليفر هي مش صارت ساكته، هتعمل ايه؟ اميبك ليفر ابسس، يعني ابسس خراج في الليفر. طبعا بقى حدث ولا حرج، علاج بقى جراحي، ودخلت في سكه طويله من ايه، من شويه اكل ملوث. تمام. طيب الاميبا يا ولاد لما بتعمل ليفر ابسس بتعمله مليان بص لونه بني، فبنسميه تشوكليت بص. بص بتاع لونه ايه؟ لونه بني، تشوكليت بص. وفي عالم تاني كان شاعري شويه سماه انشوفي صوص، الصوص صوص الانشوجه، ما والله انا مش عارفه ايه الانشوجه ديت، بس هي واضح انها حاجه لونها بني يعني. المهم ان هذا العالم شافه ان هو لا مش شوكليت بس، لا هو شافه صوص الانشوجه. فهو تيفر. المهم ان هذا الابسس اللي موجود في الليفر بيكون مليان بالايه، بالبص اللي لونه ايه، بني يا ولاد. تمام. طيب بعد شويه مش هتسكت برضه، هي قاعده كده لا، هي هتفضل برضه انها ايه تدمر في جسمك حته حته. بعد شويه يبدا ان هذا الابسس يخترق. مين يخترق؟ في اللي حواليه. اقرب حته للليفر ايه؟ اطلع فوق كده هتلاقي ايه، هتلاقي اللنج بتاعتك باللورة بتاعتك خلاص. فاقرب حته هيخترقها الليفر هو ايه؟ اللنج. تمام. تبدا انها تخترق الابسس ده، يخترق البلوره واللنج اللي فوقيها طبعا الرايت لنج. تمام. ويبدا ينتقل البارازايت من الابسس اللي كان في الليفر الى ايه، الى اللنج. تمام. هيعمل ايه في اللنج؟ هيعمل ابسس تاني واعراض تانيه في اللنج خلاص. طبعا الابسس اللي في اللنج هو كمان هيكون مليان ايه، شوكليت بس خلاص. طيب ايه كمان ممكن؟ مش بس ان هو يجمع البص ده في اللونج نفسها، في اللونج تيشو نفسها، ممكن يجمعه كمان في البلوره نفسها. طب ايه البلوره نفسهم يتملوا بالبص خلاص يا ولاد. فالاميبا قد ما هي ديزيز عبيط يعني بيجي كل المصريين، قد ما السكوت عنه خطر. تمام يا ولاد. طيب تعالوا كده نشوف هو مكتوب عندنا ايه. اول حاجه البارازايت اسمه ايه؟ انتاميبا هيستوريتيكا خلاص. المود بتاعها ايه؟ فيكو اورال. طبعا المصريين كلهم الاكل ملوث والاكل من بره والحاجات دي كلها خلاص. طيب الاعراض ايه يا ولاد؟ كف بلوريتك بين، خدوا بالكم بلوريتك بين. ليه في بلوريتك بين؟ البلوره نفسها بتوجعه، ليه ياخد نفس كده يحس ان لا اه في اه في صدره كده لما يجي ياخد نفس، ده معناه وجع في البلوره، ان هو بيجي ياخد نفسه يتوجع في الاسبيريشن. ليه يا ولاد؟ عشان قلت لك من شويه ان التاثير بيكون مش بس على اللونج، بيكون على البلوره كمان خلاص. طيب ديزنيا وركز معايا كده، رايت ابر كوادرنت بين. اه العين ده هنشخصه بالتندر ليفر، اعتقد ما قلت لكم الموضوع ده، تندر ليفر خلاص. لازم يتشخص مش بس الاعراض في اللنج، لا كمان الليفر متاثر. ليه متاثر؟ عشان خاطر اصلا ده مكان الديزيز الاصلي، يعني اصلا الديزيز كان في الليفر من الاصل وبعد كده اتنقل على اللنج، فطبيعي او من باب اولى ان في يكون عنده ايه، تندر ليفر خلاص يا ولاد. طيب جميل قوي. مش بس بقى كده، زي ما قلنا الموضوع مش هيقف عند ان في ابسس في الليفر، ده هيبدا يخترق من الليفر على البلوره وعلى اللنج اللي فوقيه. فدي حاجه بنسميها هيباتو برونكيال فيستولا. يبقى فيستولا معناها ايه؟ معناها زي قناه او طريق اتفتح بين اتنين تيشوز خلاص. فالموضوع اتفتح ما بين الليفر وما بين اللنج، فبنسميها هيباتو برونكيال فيستولا خلاص. طيب البرونكاي طبعا دي فتحه على بره، فتلاقي السيوتم اصلا اللي طالع لك او العين لما يجي يكح هيكح السيوتم اللي هو كان ايه يا ولاد، برافو عليكم، اللي هو انشوفي صوص. لو هيبدا ان هو يكح هذا البص اللي لونه بني، فتشوفوا العيان بيكحوا خلاص، اكسبكتوريشنز اوف انشوفي صوص لايك بيرنس سيوتم. الكلمه دي معناها ايه؟ معناها ان لما فتح الليفر على البرونكاي عملنا حاجه اسمها هيباتو برونكيال فيستولا خلاص. يبقى البص انتقل من الليفر بالبارازايت طبعا اللي فيه الى ايه، الى اللونج تيشوز نفسها وانشا فيها ايه، ابسس. تمام. طيب بعد شويه الابسس فتح في البرونكاي في هيباتو برونكيال اصلا، فالعين هيبدا يكح هذا البص خلاص، يبدا ان هو يكحه. تمام. فتلاقي العيان بيكح قدامك ويطلع سيوتم بيرولانت. طبعا بيرولانت معناها ان هو فيه بص، والبص ده لونه ايه يا اولاد؟ لونه بني اللي هو نسميه شوكليت بص او نسميه انشوفي صوص. تمام يا اولاد. فيروديولوجي اهم حاجه، اهم حاجه ان التاثير كله هيكون على انهي لونج؟ على الرايت لونج. مهم قوي انك تحدد الرايت لونج مش الليفت لونج، ليه؟ ان هي اللي فوق الليفر، الليفر من يمين يا ولاد صح، فالتاثير كله على الرايت لونج خلاص. طيب بيزل ولا ايبيكال؟ يعني فوق ولا تحت؟ برافو عليكم، اكيد تحت لان الليفر تحت. فالتاثير لما يجي هيجي على البيزل لونج قبل ما يكون على الرايت، على الايبيكال لونج خلاص. الموضوع كله هيكون بيزل لونج افكشن. تمام. يبقى نقرا كده، رايت بلورال افيوجن خلاص and basal lung disease. احنا فهمنا ليه بقى خلاص basal lung disease؟ عشان خاطر الايه، التأسس والحاجات اللي اتكونت ديت basal، عشان خاطر فوق الليفر على طول. طب البلورا افيوجن جه منين؟ التأثير قلت لك ما جاش على البلورا بس، لا ليه كمان على الايه، اللنج بس قصدي، ده كمان على البلورا اللي حواليه. تمام. طيب
رايت لور لوب كونسوليديشن. طبعا احنا فهمنا كلمه كونسوليديشن معناها ايه، معناها حاجه مصمطه، حاجه صلبه، هنا مفيش هواء، لا هنا في حاجه. طب ايه الحاجه دي؟ اه ده الابسس، ده الابسس اللي اتكون في الرايت لونج تحت بيزن. خلاص يا ولاد. طيب which may progress to abscess formation. جميل قوي. طيب امبايما يعني ايه؟ امبايما، امبايما معناها تجمع بص فين؟ في البلورة. قلت لك بقى ان الموضوع مش هيكون بس على اللونج، لا كمان ممكن هذا البص يتجمع في طبقتين البلوره، بنسميها ايه؟ نسميها امبايما. خلاص امبايما معناها بص في البلوره. تمام. طيب والهيباتو برونكيال فيست ممكن اشوفها بعيني في الراديولوجي، هيباتو برونكيال فيست. تمام. طيب اللي شوفوا بقى، الاميبا المسؤول عنها او الشرير بتاعها اسمه تروفوزويت، يعني هذا الكائن اسمه ايه؟ اسمه تروفوزويت. خلاص. طيب هي بروتوزوا، بالمناسبه بروتوزوا معناها كائن وحيد الخليه، فهي كائن وحيد الخليه اسمه تروفوزويت. تمام. التروفوزويت ده ممكن اشخصه بان انا الاقيه في الاستول، يا اما الاقيه في السبيوتم، يبقى العيان بتاعي لو جاي لي والتحامات اللي عملت الاثنين تعمل استول اناليسيس هيبقى جاي لي ايه، طالع فيه ايه؟ التروفوزويت. تعمل له اناليسيس للسبيوتم اللي بيكحه ده هتلاقي فيه ايه؟ برده التروفوزويت. خلاص. طبعا غير اللون البني اصلا اللي هيشخص لوحده. طيب يا اولاد، طبعا السيرولوجي بس فاضل كلمه واحده عايز اقول لكم عليها. في اللاب مكتوب ايه؟ if symptoms of dysentery are present. يعني ايه كلمه dysentery؟ dysentery هي اشهر عرض بتعمله الاميبا. الاميبا بتعمل ايه؟ بتخليك حاسس بحاجه اسمها التعنيه. يعني ايه تعنيه؟ ان انت تحس false desire of defecation، false desire of defecation. خلاص. مع بيوكس وبلاد في الاستول، يعني في false desire يبقى حاسس ان هو عايز، بس في الاخر اصلا هو مفيش استول ولا حاجه، بلس ان هو ممكن ينزل بلاد او ميوكس في الاستول. تمام. دي حاجه اسمها ديزنتري، ودي اشهر حاجه بتعملها الاميبا. ان شاء الله تاخدوها السنه الجايه. تمام. او خدتوها باين، والله ما فاكره. ماشي يا ولاد. طيب فالمهم، فلما انا اخد هذا الستول واعمله اناليسس هلاقي فيه تروفوزايت، او لما اخد السبيوتم اللي هو اللون البني ده واعمله اناليسس هي برضه هلاقي فيه الايه؟ التروفوزايت. خلاص. والسيرولوجي بقى. ماشي يا ولاد. طيب كده خلصنا مين؟ كده خلصنا الفوكال لونج ليجنز، اعتقد كلهم ان شاء الله سهلين مع بعض، بس التريكات اللي قلنا عليها واحنا ماشيين. خلاص. طيب دلوقتي هنتكلم عن مين ان شاء الله؟ عن الديفيوز لونج ليجنز. تمام. طيب احنا قلنا في 3 بارازايت اقوياء بيسالوا بيخطفوا اللونج، 3 بارازايت اقوياء بيسالوا بيخطفوا اللونج. اقوياء دي كانت سترونجلويد بيسالوا معناها اسك اللي هو اسكيرز، بيخطفوا اللونج اللي هي كانت ايه ماها؟ الهوكور. ماشي صح كده. طيب انا بس عايزه اقول كلمتين عن الديفيوز لونج ليجنز قبل ما نبدا في الكلام عنها. بص يا ولاد، اللي حصل هنا ايه؟ حصل هنا تريبنج اوف بارازايت انتو ذا لونج، يعني اللارفا او الايج او البارازايت او اي حاجه يعني كانت بتلف في جسمنا حصلها تريبنج جوه اللونج، اتحبست في اللونج. خلاص. وادى ذلك الى هجوم جهاز المناعه عليه، وجهاز المناعه على المدى الطويل عمل ايه؟ عمل حواليها ايه؟ جاي لومه. يعني ايه جاي لومه؟ خدناها في الباثولوجي معناها تجمع من انفلاماتوري سيلز حوالين جسم غريب. تمام. يبقى اذا هذه البارازايت حصلت تريبنج في اللونج، وجهاز المناعه مسكتش ام هاجمها بسرعه وحوطها بجاي لومه، فحصلت تريبنج اتحبست في اللونج. خلاص. جميل قوي. طيب الاعراض هنا هركز معاك اكتر على كلمه الديزنيا والويز. ديزنيا معناها ايه؟ معناها مش قادر ياخد نفسه. ويز معناها ايه؟ معناها صدره بيزيق. طب ده ليه؟ نتيجه الهايبر سنسيتيفيتي او نتيجه الانفلاماتوري رياكشن. هو في هجوم من جهاز المناعه، في هنا يعني اتاك من جهاز المناعه ضد هذا التشو او ضد هذا البارازايت. خلاص يا ولاد. طيب ماشي. في الراديولوجي هنشوف ايه يا ولاد؟ هنشوف البارازايت وحواليها الايه؟ السيلز اللي هي جرينوما يعني. خلاص. طيب ايه كمان؟ الموضوع في الاول هيكون ترانزيانت نودول، زي ما قلت لكم هيكون في الاول ترانزيانت اللي هو شكل مؤقت على شكل نودول واحده بس، بعد شويه ده هو ينتشر ويبقى ديفيوز في اللنج كلها. تمام يا ولاد. ماشي. طيب طبعا اهم سيل هتكون في هذه الجرينوما هي السيل مين؟ برافو عليكم، الايزينوفيلز. اهم سيل هتكون موجوده في الجرينوما دي. ماشي يا ولاد. طيب نبدا بقى في الاسكيرز. الاسكيرز كان واحده من 3 ديدان بيعملوا حاجه اسمها لوفلر سندروم. يعني ايه لوفلر سندروم يا ولاد؟ يعني في ماتوري رياكشن اجنست اللارفا، يبقى في لارفا او في بارازايت او وات ايفر يعني دخلت وصلت الى اللنج، ووصولها الى اللنج انشا الرجيك ريسبونس او انفلاماتوري رياكشن. خلاص. ونتيجة لهذا الانفلاماتوري رياكشن بدأ يظهر أعراض اللي هي مين؟ الكف، الديزنيا، الويز، الحاجات دي كلها. خلاص يا ولاد. جميل قوي. نقرأ بقى كده. اسكيرز از كوست باي اسكيرز سامبريكويد، البارازايت اسمه اسكيرز سامبريكويد. خلاص. طيب المود بتاعها ايه؟ انجشن اوف ماتيور اكس ثرو كونتامينيتد فود او درينك. ماشي، اللي هي بتيجي في الاكل مفيش مشكله. طيب خد الكلام ده معاها. ماشي. البريزنتيشن لوفلر سندروم. خلي بالك بقى ايه؟ دورك سكند ويك. ليه سكند ويك؟ ليه استنت اسبوعين؟ اه عشان خاطر تاخد لفتها. يعني في الاول كانت اصلا في الجي اي تي، بعد كده قامت لفه وخارجه من الجي اي تي وراحه فين؟ لللنج. فاللفه دي خدت اسبوع. خلاص يا ولاد.
تمام. كوز اللايفرال مايجريشن انتو ذا البيلوي، زي ما قلنا اللي بيحصل مايجريشن او وصول اللارفا الى اللونج ينشا عنه انفلاماتوري رياكشن، خلاص. طيب which trigger an allergic response اهو. طيب leading to respiratory symptoms، ما جيتش حاجه من عندي اهو، برافو عليك. طيب كف ويز ديزنيا شفت بين فيفر هيموفيسس، ما قلناش ولا كلمه جديده الحمد لله، ماشي يا ولاد. هنشخص ازاي؟ بص بقى كده، ترانزيانت نودولر بعد شويه ايه ديفيوز بلمونري انفلتريشن، ترانزيانت نودولر بعد كده ديفيوز بلمونري انفلتريشن، خلاص فهمنا ليه. تمام. طيب حاجه مهمه اسمها كرونيك ايزينوفيليك نيمونيا. كرونيك ايزينوفيليك نيمونيا معناها ايه؟ معناها ان في نيمونيا عند هذا الشخص صوره كرونيك، التهاب رئوي مزمن، خلاص، مع علو الايزينوفيلز، خلاص. يبقى بناخد عينه من السبيوتم وحللها لاقي ايزينوفيلز، او عينه من دم وحللها لاقي ايزينوفيلز، خلاص. فاشك ساعتها ان سبب النيمونيا او سبب التهاب الرئوي مش بكتيريا ولا فيروس، لا ساعتها اشك ان السبب ايه؟ بارازايت. تمام. ده بقى انا احلل واعمل اكس راي الحاجات دي كلها والسيرولوجي الحاجات دي كلها عشان اوصل الى نوع البارازايت. تمام يا ولاد. فمهم قوي كانت كرونيك ايزينوفيليك نيمونيا دي، جميله صراحه، لفته جميله يعني. طيب في الدياجنوز هيقول لي برافو عليكم الايزينوفيليا. طيب ايه كمان في الايزينوفيليا؟ الميوجلوبين ايه هيعلى؟ حد يقول لي ليه؟ برافو عليكم، الموضوع كله اصلا الرجيك ريسبونس. تمام. فطبيعي ان في مين هيشتغل في وقت الالرجي، نفتكر بقى ايام الاميونيتي، برافو عليكم، الميوجلوبين اي، خلاص جميل قوي. طيب الايزينوفيلز واللارفا الاقيهم في السبيوتم، جميل قوي برضه، مفهوم وسهل. تمام. كمان بقى لو انت حاله الاستول، يا سلام بقى عليك، حاله الاستول هتلاقي الاسكاريس اك ظهر لك في الاستول. تمام. يبقى انت بقى هتشخصها من انها موجوده الاك بتاعتها في الاستول. كمان في ايزينوفيليا في السبيوتم، ايزينوفيليا في الدم، خلاص، والهيموجلوبين اي عالي، بس خلاص كده احنا عملنا كونفيرميشن للدياجنوز بتاعنا. جميل يا ولاد. طيب الهوكور، طيب الهوكور يا ولاد دي اتنين بارازايت، احنا خدنا في النظري بارازايت واحده اسمها انكريستوما ديجينيل، خلاص. هنا بقى بيقول لك ان في هما اتنين، انكريستوما ديجينيل ونيكيتور امريكان، ماشي، معلش بقى يعني نزود على نفسنا الحفظ شويه. طيب انكريستوما ديجينيل او نيكيتور امريكان مفروض ان هو بيعملوا ايه او الموضوع بتاعهم ايه؟ اهم حاجه بس عايزه اكد عليها معاك ان هي المود بتاعها ما هوش انجيشن، كل ما احنا البارازايت احنا قلناها من شويه كلها كونتاميتد فود، لكن دي بنتريشن اوف سكن، خلاص. لو عايزين نفكرها مع بعض او نفتكرها مع بعض بحاجه، انا كنت بقول دايما كلمه هوك معناها خطاف، خلاص، وممكن هوك برضو في اللغه برضو ممكن تيجي معنى صناره، خلاص. طيب فالخطاف ده كان دايما بيفكرني ان هي زي كانت بتعمل يعني، ما علينا يعني، وقتها بقى اشرحها لكم. خلينا في موضوع اللي هي الصناره دي، ليه بقى؟ عشان خاطر هي اكتر ناس بتصيبهم هما الفيشر من الصيادين. الصياد بيكون طالع كده في البحر في الصبح بدري، وبيكون قاعد على الرمله، خلاص، بيرفوت، يعني هو قاعد بقى براحته بقى قدام البحر كده، فبيرفوت، خلاص. ساعتها بيكون مستنياه اللارفا بتاعت الكريستوما ديجينيل ديت، خلاص، ان هي دايما بتظهر وقت الندى او وقت الصبح ده، خلاص، وتخترق جلد رجله. تمام. دايما كنت بشبهها لنفسي بالموضوع ده، ان هي هوك هور، خلاص، بفتكر موضوع الصناره والصياد والكلام ده كله، ماشي يا ولاد. طيب انا بس عايز افكرك ان المود اوف بتاعها ايه؟ بنتريشن اوف ذا سكن، خلاص. طيب البريزنتيشن دي برضو من الحاجات اللي كانت بتعمل ايه؟ لوفلر سندروم. يعني لوفلر سندروم الرجيك ريسبونس اجينست اللارفا، برافو عليكم، وينشا عنه اعراض، اللي هي ايه الاعراض؟ الكف والدزنيا والويز الحاجات دي كلها، خلاص. طيب ترانزيت نودولار او ديفيوز بلمونري انفلتريشن، في كلمه جديده؟ مفيش كلمه جديده الحمد لله. طيب الراديولوجي الايزينوفيليا والاكس، يبقى ما قلناش ولا كلمه جديده الحمد لله في الهوكور، اللي هي بس اسمها، خلاص يا ولاد. طيب طبعا المود بنتريشن اوف ذا سكن، ماشي يا ولاد. طيب ايه على سترونجلويد؟ سترونجلويد يا ولاد دي اسمها سترونجلويدس استريكولاريس، سترونجلويدس استريكولاريس، خلاص. طيب المود بتاعها ايه؟ زي اختها برضو بنتريشن اوف ذا سكن، خلاص، زي اختها. طيب البريزنتيشن بقى هو بقى ايه؟ حابب ان هو يكلمك عن شكل تاني من اشكال العدوى، يعني خلاص احنا فهمنا انها بتعمل لوفلر سندروم زي اخواتها، نفس البريزنتيشن يا ولاد، خلاص، نفس الراديولوجي، نفس الكلينيكال بيكتشر، نفس كل حاجه. هنا بقى هنتكلم عن شكل تاني من اشكال العدوى. يبقى في الامتحان لو قال لك انها بتعمل لوفلر سندروم قول له صح، مفيش مشكله، لكن هنا هكلمك عن شكل تاني. ايه الشكل التاني؟ اصابتها للناس اللي كومبرمايزد، اصابتها لحد مناعته ضعيفه، ساعتها طبعا الانفكشن هيقدر عليه بصوره اقوى، ان هي ساعتها هتشتغل ايه؟ براحتها خلاص، مفيش مناعه بقى تقول لها انت رايحه فين ولا لفره ولا الكلام ده كله، خلاص. طيب ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هيحصل حاجه اسمها هايبر انفكشن، يبقى انفكشن بصوره جامده او عنيفه عن الطبيعي، هايبر انفكشن، خلاص. طيب ليد تو سيفير ديسيمينيتد انفكشن،
الموضوع هينتشر من اللنج لأماكن تانية كمان في جسم الإنسان. طيب ساعتها بقى السيمتومز مش هتكون نتيجة لوفلر سندروم خالص، ما حصلش أصلا immune response، ده أصلا حد immune compromised خلاص. ما إيه ما اللي هيحصل ساعتها؟ هيحصل حاجة أعنف بكتير اسمها adult respiratory distress syndrome. adult respiratory distress syndrome أعتقد خدتها في الباثولوجي خلاص. طيب إيه الموضوع بتاعها؟ نتيجة الانفكشن دوت خلاص بدأ إن هو يحصل attraction macrophage attraction cytokines الحاجات دي كلها، بدأ permeability of the capillaries تعلى، بدأت الكابيلاريز نفسها توسع خلاص، بدأت انها ترشح نتيجة الانفكشن ده خلاص. فاللنج اتملت مية خلاص، الابيلاريا نفسها اتملت مية بهيموريدج بدم تمام، نتيجة ايه؟ بريميليتي اوف ذا كابيلاريز اللي عالية ديت خلاص يا ولاد. طيب الشخص ده يكون عنده سيفير ديزنيا، سيفير ساينوزس، وده ان هو يكح او يرجع الدقن ده خلاص. يبقى تاني الموضوع ادلت ريسبيتوري ستريس سندروم اللي حصل فيه نتيجة الانفكشن بدأ يزيد البريميليتي اوف ذا كابيلاريز، توسع وترشح المية منها خلاص. الابيلاري بتاعتي اتملت ايه؟ اتملت دم واتملت ميه خلاص. طيب والاعراض ايه؟ سيفير ديزنيا، سيفير ساينوزس، العين بيموت من الاخر يعني خلاص. طيب يا ولاد نقرا كده symptoms and signs of adult respiratory distress syndrome extensive intra-alveolar hemorrhage. فهمنا ليه خلاص. طيب cause of acute deterioration، هو العيان طبعا هيبقى في يعني حالته هتسوء بسرعه كبيره عشان خاطر موضوع الادلت ريسبيرتوري سندروم ده مش سهل طبعا، حاجه لو العيان بيوصل لها نسبه ان هو يكمل اصلا في الحياه يعني 50% بس خلاص. طيب الاكس راي عشان بس نسيت اكتبها هنا، الاكس راي عندكم في الداتا مكتوب انها في ميلياري نوديولز. يعني ايه ميلياري نوديولز؟ عارفين ميلياري تي بي؟ ميلياري تي بي ده اللي هو اللنج بتاعتك بقت مليانه نقط كده، انفلتريشن عالي جدا 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 في اللنج خلاص، ده ميلياري تي بي بلس الجسم كله تمام. فهنا برضو نفس الشكل ده اللي هو ميلياري فلتريشنز، معناه انها نقط كتير جدا 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 في اللنج، اللنج كلها اتملت نوديولز من هذا الانفلاماتوري اكشن خلاص. طيب ايه تاني؟ بيقولك ان هو في اوباسيتي في اللنج. اوباسيتي قلنا معناها عتامه، او معناها ان في حاجه هنا في هنا تجمع من السيلز خلاص. طيب مالتي فوكال او لوبر، ان هو ممكن يكون في مالتي فوكال يعني في كذا مكان في اللنج زي ما قلنا في ميلياري كده، او لوبر ان هو حتى يأفكت لوب كامل من اللنج يكون توتالي افكتد بهذا الانفكشن تمام يا ولاد. طيب بطلنا ايه؟ بطلنا الشيستوزوما والتروبيكال رومنال اسينوفيليا. الشيستوزوما معناها ايه بالعربي؟ معناها بالهارستيا خلاص. طيب يعني ايه بالكلمه بالهارستيا او اي انواع بالهارستيا؟ انتوا عارفين من معلوماتنا العامه كده ان الهارستيا دي بتيجي للناس اللي بتعوم في الترعه خلاص. طيب عندنا منها ثلاث انواع، شيستوزوما مانسوناي وشيستوزوما هيماتوبيا وشيستوزوما جابونيكا خلاص. المانسوناي دي ايه فرقها عن الهيماتوبيا؟ ايه فرقها عن الجابونيكا؟ بالمناسبه الجابونيكا ديت اصلا في اليابان والحته دي ومش عندنا في مصر خالص، عندنا في مصر ايه؟ هيماتوبيا ومانسوناي، والاثنين موجودين في الترع خلاص. طيب ايه الفرق بينهم؟ الهيماتوبيا بتصيب مين؟ اليورينري بلادر خلاص، العيان بيجي يشتكي من هيماتوريا وحاجات زي كده تمام. لكن المانسوناي بتيجي اكتر في الجي اي تي في الريكتم خلاص يا ولاد، مع افكشن للليفر. دي اللي كان عند عبد الحليم حافظ، فاكرين عبد الحليم حافظ لما كان عنده ليفر سيروزس كان بيرجع دم والحاجات دي كلها؟ ان شاء الله هنعرفها في التفصيل اكتر السنه الجايه ماشي يا ولاد. طيب فسواء المانسوناي او سواء الهيماتوبيا بنسميهم بلاد فلو. بلاد فلو معناها انها عايشه دايما في الدم، يبقى اذا هي لا تخترق اليوني بدل نفسها ولا الريكتم نفسه، هي بتخترق البلاد فيسلز المحيطه باليوني بدل او المحيطه بالريكتم خلاص يا ولاد. طيب فلما تكون شيستوزوما هيماتوبيا هتروح على الفيزايكال بلكسس. فيزايكال معناها ايه؟ معناها الخاص باليوني بلادر تمام، يبقى الفينز او الاورده اللي حوالين اليوني بلادر. لكن المانسوناي دي حوالين ميزنتريك بلكسس. ميزنتريك معناها بتاعت الميزنتري بتاعت سمول انتستين يعني خلاص يا ولاد. طيب المود بتاعها ايه؟ طبعا ايه احنا بنعوم في الترعه، لما كان بيعوم في الترعه كان ايه اللي بيحصل؟ كان مستنياهم في الترعه حاجه اسمها السيركاريا. السيركاريا طور من اطوار الشيستوزوما او اطوار بالهارسيا خلاص. فلما كان ينزل الترعه كان يخترق اجسامهم هذه الايه؟ السيركاريا خلاص. تدخل السيركاريا تخترق السكن، تبدا انها تمشي في رحله في الفينز خلاص كلها، ممكن بقى توصل يعني حظها كويس توصل للمكان بتاعها على طول هو اليوني بلادر او السمول انتستين او قصدي الانتستين على طول. ممكن في وقت تاني تبدا انها تاخد رحله كده في الفينز لحد ما توصل للقلب خلاص. القلب بعدها هيقوم موديها على فين؟ هي وصلت من عن طريق الفينز اللي فيه بريكافه او فيه بريكافه، قام داخله على الرايت اتريوم تمام، بعد كده على الرايت فنتريك، بعد كده على البلمونري ارتري، وصلت فين؟ لللنج. هنا بقى هتحصل المشكله
وصولها لللنج. خلاص يا ولاد. طيب في كل هذه الاحوال هي بتكون ايه ماشيه في الفينز وبتكون عامله اعراض في المنطقه اللي هتوصل فيها. جميل يا ولاد، جميل قوي. طيب خليني اتفق معاكم برضو ان في حاجه اسمها اكيوت شيزوفرينيزس وفي حاجه اسمها كرونيك. ايه الفرق ما بينهم؟ كلمه اكيوت ده معناها ايه؟ ان هو مجرد دخلت السركاريا لجسمنا، جسمك ماسكتش، الاميون سيستم ماسكتش، فاول ما شافها قام نشا ضدها اميون رياكشن. فكل اعراض الاكيوت دي ما هي الاميون رياكشن لدخول السركاريا. خلاص. طيب لكن الكرونيك بقى ايه الموضوع؟ لا الكرونيك ده ان خلاص الشيزوفرينيا بقت في مكانها، بقت يعني خلاص استبلشت في مكانها وبدات انها تطلع اكز، والاكس دي بقت تراب في هذا المكان ونشا حوالين الاكس فايبروزس وكالسيفيكيشن. خلاص. فالاعراض دي تنتج من حدوث الفايبروزس والكالسيفيكيشن حوالين الاكس. تمام يا ولاد؟ كده فهمنا الفرق. الاكيوت ايه؟ الاكيوت ده مجرد انفلاماتوري رياكشن، لكن الكرونيك لا، ده فايبروزس وكالسيفيكيشن واعراض ناتجه من هذا فايبروزس. تمام يا ولاد؟ جميل قوي. طيب نقرا كده في الاكيوت، بيقول لك في حاجه اسمها كتياما فيفر. يجي كتياما فيفر ده عباره عن انزيم اتركم السركاريا او الشيزوفرينيولا دي، او بتدخل بنسميها شيزوفرينيولا، هي شيزوفرينيا صغيره يعني. خلاص. هاي هايلي انتيجينيك، فنشا ضدها اميون رياكشن. خلاص. طيب الاعراض ايه؟ طبعا احنا عارفين بقى الفيفر، الكف، الديزني، الريش والارثرالجيا. يعني حتى ممكن الحساسيه دي تضرب في جسمك او مكان دخولها فتعمل ريش وتعمل ارثرالجيا اللي هو وجع في المفاصل. خلاص. طيب كل ده ما هو الا مجرد اميون رياكشن ابتدائي كده لمجرد دخولها. طيب الكرونيك بقى لأكون انت، انا قلت لك ان الاك دي خلاص بقت تراب في مكانها ونشا حواليها جرانيولوما ثم هيلد باي فايبروزس اند كالسيفيكيشن. خلاص. دلوقتي بقى في اك متحوطه فايبروزس موجوده في اللنج. طبعا وجودها في اللنج في منطقه زي اللنج ديت ضغط على مليون ارتريول ومليون كابيلاري ومليون حاجه في المنطقه دي. خلاص. فبالنتيجه لهذا الموضوع البلمونري ارتري مبقاش عارف ان هو يفضي اللي فيه من كتر ما فيه ضغط عالي، مش الارتريوس نفسها مقفوله فمفيش حاجه بتاخد منه. تمام. فنشا عنه بالمونري هايبرتنشن، لان البلمونري ارتري مش عارف يفضي نتيجه الارتريوس اللي قدامه نفسها كلها متقفله. متقفله بايه؟ بجرينوما ديت الحصه دي. تمام. ضغط عليها وقفلها. خلاص. طيب هذا بالمونري هايبرتنشن. بالمونري هايبرتنشن طبعا نتيجته ان هو الشخص ده هيدخل فيه هايبوكسيا، ان هو الدم مش عارف يتفلتر من السي او 2 وياخد الاكسجين. خلاص. مش عارف اصلا يوصل لللنج كويس. تمام. فنتيجة لهذا الشخص ده هينشأ عنده هايبوكسيا. خلاص. طيب الكرونيك هايبوكسيا لما الشخص يكون عنده هايبوكسيا بصورة كرونيك بينشأ عنها طبعا صور كتير قوي، اعراض كتير قوي، من ضمنها حاجة بتشخصها بسرعة جدا اسمها كلابينج، كلابينج اوف فينجرز، اللي هو الصباع الراجل بيكون قابب كده او ضفره بيكون قابب كده زي ما انتم شايفين في الصورة اللي جايبها لكم دي. خلاص. دي حاجة بتشخص كرونيك هايبوكسيا. خلاص. جت منين كرونيك هايبوكسيا؟ من بونري هايبرتنشن. جت منين بونري هايبرتنشن؟ نتيجة ان الارتريوس نفسها مقفولة. طب مقفولة ليه يا يارا؟ عشان خاطر الاكس اللي اتقفل او اتحشرت في اللنج ونشأ حواليها جرينوما فايبروزس كالسيفيكيشن، كل ده ضغط على الارتريوس وقفلها. جميل يا ولاد. طيب ننقل على الراديولوجي. في الراديولوجي طبعا في الاكيوت انا هشوف ايه؟ ترانزيانت نودولار تشينجز. خلاص. دي حاجة سهلة وبسيطة، ان هو حاجة ترانزيانت كده ممكن بعدها اصلا الشيزوما دي نفسها تسيب اللنج وتروح على الليفر وكانها ما راحتش اللنج اصلا، مجرد اعراض وعدت وخلاص. ماشي. طيب لكن لو الموضوع بقى قلب كرونيك خلاص هيبدا يحصل ايه؟ انترستيشيال جرانيولوماتس تشينج، يبقى هشوف الجرانيولوما مخترقه التيشوز اوف دي لنج. خلاص. طيب كوز وايد سبريد بوزيشن اوف دي ايج، وايد سبريد ان هو في ايجز كتير قوي بقت ماليه بالمونري واسكريتشر، وكل ايج منهم حواليها جرانيولوما، كل ايج حواليها جرانيولوما. خلاص. فطبعا نتيجه ده هيبقى في بالمونري هايبرتنشن عنيف. تمام يا اولاد. جميل قوي. طيب اللاب طبعا الإيزينوفيليا. خلاص. وكمان ايه؟ الاج لما اعمل برونكو ايبيلا لافوج، ده صوت البرونكوسكوب اهو، هو المنظار ده اللي بيدخل. خلاص. فياخد عينه من اللنج بتاعت الشخص دوت او عينه من السبيوتم، فهلاقي فيها الايه؟ الشيزوفرينوما اكس. تمام يا اولاد. طيب في الكرونيك برضو الاكس ممكن الاقيها حسب بقى ايه هي. لو هي هيماتوريوم هتكون راحت الايه؟ يورين بلادا، فهتكون نازله في اليورين. لو هي مانسونوي هتكون راحت الايه؟ الريكتوم، وهتكون نازله في الاستول. خلاص. ممكن الاقيهم واشخص، او ان انا اعمل سيرولوجي اشوف الانتي بودز بتاعتها. تمام يا ولاد. طيب كده بقى اخر حاجه عندنا ان شاء الله هي تروبيكال بالمونري ايزينوفيليا. دي احنا خدناها مع مها، قلنا ان هي اصلا الموضوع كله بيكون ان في فيلاريا، في باراسايت اسمها فيلاريا. خلاص. اسمها ايه الفيلاريا دي او نوعها ايه الفيلاريا دي؟ واحده اسمها وشراريا بانكروفتي وواحده اسمها بروجيا مالايورتي. خلاص. طيب الفيلاريا ديت عملت ايه؟ دي باراسايت عايشه في الليمف، سد الليمف. خلاص. يبقى هي سد الليمفاتيك في جسم الانسان.
ماشي، مشكلتها بس مش انها عايشه في الليمفاتكس، لا مشكلتها انها بتطلع حاجه اسمها مايكروفيلاريا. مايكروفيلاريا تمام، دي بتمشي في الدم خلاص وتروح اورجنز كتير، من ضمنها بتروح اللونج. تمام، طبعا جسمك لما يشوف المايكروفيلاريا دي بتفسح كده في اللونج هيقول لها انت ايه اللي جابك هنا، هيحوطها بايه، بجينوما. خلاص تظهر اعراض نتيجه هجوم جهاز المناعه على هذه المايكروفيلاريا. يبقى تاني الموضوع دلوقتي يا ماما الايزنوفيليا لما يقولها لي في الامتحان افتكر على طول ان في تو بارازايتس اسمهم فيلاريا اللي هي ايه، بروجيا مالاي وشريا بانكروفتي. خلاص طيب الاثنين دول عايشين فين، في الليمفاتكس، بعدين بيطلعوا ايه مايكروفيلاريا، حتى كان بيطلع بالليل صح يا ولاد، ماشي تمشي مع الدم وبتروح لحد اللنج. خلاص فجسمك لما يشوفها هيبدا ان هو يهاجمها، تظهر اعراض نتيجه مهاجمه جهاز المناعه لهذه الايه المايكروفلاري. خلاص يا ولاد، طيب الكلينيكالي خلاص السيمتومز ده، السيمتومز دي بتبقى ايه، كف ودنيا ويز الحاجات دي كلها، بس اهم حاجه عندي عايزه اكد لك عليها ان السيمتومز دي وورث ات نايت. ليه ات نايت؟ عشان خاطر المايكروفلاريا اصلا بتطلع ات نايت، تمام، فالسيمتومز هتكون ات نايت. خلاص يا ولاد، وفي برماليز ويت لوس نتيجه طبعا اي انفكشن بيدخل عندنا يعني بيعمل الحاجات دي. طيب الراديولوجي هنلاقي ايه، فاين نودولر خلاص شادو. خلاص بس اهم حاجه عايزه اكد عليها هنا ان مش بس ان هو في نودولر شادوز، لا في كمان ميدياستاينال ليمفادينيو، بس في نعلم عليها جامد جامد جامد. ليه يا اولاد؟ ليه نودز بتاعت ميدياستاينا بتاعت الشفت يعني كبرت، ليه كبرت؟ انا قلت لك اصلا البارازايت ده عايش اصلا فين، في الليمفاتكس، فطبيعي ان التاثير هيكون كمان على الليمفاتكس. خلاص لازم تقول لي في التشخيص ان في ميدياستاينال ليمفادينوباثي. تمام يا ولاد، طيب اللاب طبعا الايزينوفيلي، طبعا الميوجلوبين جي، الميوجلوبين ايه يا ربي، طيب طبعا الايم الانتي بوديز. خلاص طيب بعدين بيقول لك نو مايكروفلاريا ان بلاد، طبعا انا اختلف معي، نو مايكروفلاريا لو انا قست الصبح، لكن لو قست بالليل لازم الاقي مايكروفلاريا. تمام يا ولاد، طيب كده الحمد لله احنا خلصنا، بس هنراجع بسرعه جدا جدا جدا، وانا براجع هقول لك اهم الكلام اللي ممكن يميز اي بارازايت. خلاص طيب اول حاجه التوكسيكارا، انا كنت عايزه اكد معاك ان الموضوع مش بس في اللنج، لا ده في هيباتومجالي وسيمينجالي واوكيولار ليجنز، خلاص انها بتنتشر في اكتر من مكان، بنسميها فيسترا لايفا لارفا مايجريت. خلاص طيب مش عايزه خلاص الحاجات دي كلها محفوظه وسهله. طيب ليكينوكوكس كنت عايزه اكد معاكم على النيموثوركس اللي بيحصل، على الهيموفيس اللي بيحصل، وعلى الالرجيك رياكشن نتيجه رابشر اوف ذا سيست، ما ننساهاش. خلاص طيب خلاص الحاجات دي كلها سهله برضو، ما ننساش النيموثوركس او الافيوجن او الهايدرونيموثوركس نتيجه رابشر اوف ذا سيست. خلاص طيب باراجونيمس قلنا ان هي عايشه ادلت ان بيرز. خلاص طيب الموت بتاعها برضو خدناه من النظر مفيش حاجة. طيب برضو السيمتومز والحاجات دي كلها خلاص الحمد لله سهلة علينا. طيب الاميبا عايزة اكد على كلمة تندر 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 ليفر. خلاص طيب وايه كافينج اوف سبيوتم، خلاص نسيتنا لونه ايه، لونه بني، هنشوفي صوص. خلاص طيب نتيجة تكوين هيباتو بروكيال فيستيلا، جميل. طيب عايزة اكد على الفيرادولوجي ان الموضوع كله رايت وبيزل، رايت وبيزل. خلاص طيب ممكن الاقي امبايما، خلاص يعني ايه، يعني صديد جوه البلورة، او الاقي افس في اللونج نفسها، او الاقي هيباتو بروكيال فيستيلا. خلاص طيب لما الاقي تروفوزويد هلاقيه في الستول اللي هو بتاع ديزنتري، وهلاقيه في السيوتم. خلاص طيب اسكاريس قلنا بس احنا عايزين نعلم عليها هي اخواتها بيعملوا فلور سندروم، خلاص عرفنا بقى ايه هي الفلور سندروم، ماشي. طيب ترانزيت ثم ديفيوز في الراديولوجي. طيب الهوكور برضه مفيش ولا كلمه جديده، استرونجلويد نفتكرها هي قويه استرونجلويد، فنفتكر الهايبر انفيكشن كان بيحصل فيها لو الشخص ده مناعته واقعه. خلاص والقدره للسويت والستريس سندروم وفهمناها كانت بتحصل ليه. خلاص والهيموريدج والكلام ده كله في الاكس راي ميلياري نوديولز. خلاص يعني تفتكر دايما ان الانفكشن ده بيكون قوي قوي اكيوت ديتيريوريشن اوف ذا بيشنت. خلاص طيب الشيستوزوما اتفقنا ان هو نوعين، خلاص واتفقنا ان هي سكين بنتريشن، اتفقنا ان هي في الاكيوت دي معناها انفلاماتوري الرجيك رياكشن من الجسم بتاعك التايمة فيفر، لكن الكرونيك دي معناها فيبروز كالسيفيكيشن حوالين اللونج، فطبعا قفل على الارتيريولز فعمل مبنى هايبرتنشن وادى الى هايبوكسيا وكلابينج. خلاص طيب لما نلاقي في الاكيوت هنلاقي ايه، مجرد زي نودولار تشينجز كده في الاكيوت، لكن في الكرونيك هلاقي ايه، هلاقي وايد سبريد جرينوما. خلاص طيب وبس خلاص الايزنوفيليا الحاجات دي كلها كانت سهله، ماشي. التركه عامله الايزنوفيليا قلنا ان دول بارازايت اسمه فيلاريا، خلاص بروجيا مالاي وشريا بانكروفتي. خلاص طيب عايشين في الليمفاتكس بيطلعوا مايكروفيلاريا تمشي في البلد بالليل، خلاص الاعراض كلها تحصل بالليل. خلاص طيب بس كده خلاص، اهم حاجه كان في الاكس راي ميدياستاينال ليمفاتينوباثي، ماشي.
كده احنا خلصنا، وانا والله ما كنتش عايزه اصلا نهايه المحاضره. توحشونا جدا جدا، حبيناكم جدا، واللجنه كلها حبتكم جدا، وكانت فخوره جدا وتشرف جدا بجد انها درست لكم، ونشكركم على ثقتكم فينا والله. ومش عارفه اقول ايه، بس بجد هتوحشونا، توحشونا جامد. اي حد عنده استفسار لاي حاجه، عايز يقول اي حاجه، عايز حتى يعرض اي سلبيه، يكتب اي حاجه في نفسه، يكتبها لنا في الكومنتات او في الفورم بتاع التقييم، ونكون سعداء جدا جدا بيها والله. اشوفكم على خير ان شاء الله، وربنا يوفقكم ويسمع عنكم يا رب كل خير.